طبعا طارق حامد يعني لعيب بيلعب بروح قتاليه، مميز قوي بالالتحامات، ارقامه حتى هنشوف ارقامه وارقام باقي لعيبه خط النص بالكامل الاربعه اللي لعبوا. خلينا ناخد بالظبط كده. النني، دونجا، علي غزال. طارق حامد لعب اربع مباريات، عمل كام تدخل دفاعي؟ تسعه. بمعدل كام في المباراه الواحده؟ 2.3. عمل كام تاكلينج؟ خمسه. بمعدل 1.3 في المباراه الواحده. فاز بكام التحام؟ 20 التحام في اربع مباريات لعبهم. نبص على جنبه، معلش، على ارقام محمد النني. على طول مش بعيد يعني. ارقام محمد النني ضايع يعني سيئه جدا جدا جدا. لو بصينا هنلاقي ان النني عمل كام تاكلينج؟ 2 تاكلينج بس، 2 تاكلينج بس في الاربع ماتشات للاعيب ارتكاز، 2 تاكلينج بس. التدخلات الدفاعيه 4 بس في الاربع مباريات. فاز بكام التحام؟ 10 التحامات فقط في اربع مباريات للاعيب ارتكاز. يا لهوي الارقام يعني ارقام سيئه جدا لمحمد النني. على عكس طارق حامد، طارق حامد فاز ب 20 التحام بمعدل 5 في المباراه الواحده، عمل 5 تاكلينج صحيح بمعدل 1.3. يمكن النني دقه تمريراته 89%، نسبه الفوز بالالتحامات. نبص بقى على نسبه الفوز بالالتحامات، طارق حامد 61%، محمد النني 48%. صنع فرص لزملائه، المفروض ان طارق حامد اصلا بيلعب ورا اكتر، بيغطي ورا دفاعي اكتر، النني هو اللي هجومي. انني ما صنعش غير فرصه واحده بس طوال البطوله. فرصه واحده بس طوال البطوله، طوال اربع مباريات. طارق حامد اللي بيلعب ورا صنع فرصتين. فارقام محمد النني ارقام سيئه للغايه يعني، وفعلا هو يعتبر. خلينا بقى دونجا وعلي غزال برضو دونجا يعني ما لعبوش كتير. يمكن دونجا لعب مباراتين، عمل 3 تاكلينج صحيح، فاز ب6 التحامات، دقه تمريراته 96%، نسبه الفوز بالالتحامات يعني ارقام تعتبر متوسطه، لا سيئه ولا جيده. ارقام دونجا متوسطه، ارقام طارق حامد الابرز. لكن طارق حامد فارق كتير، فارق كتير. الضعف بتاع النني، الضعف بتاع النني على ده لعب اربع ماتشات وده لعب اربع ماتشات. الضعف بتاع يعني ارقام طارق حامد ضعف ارقام النني. الحقيقه طارق حامد يستحق التحقيق. ان يكون واحد من افضل اللاعبين يعني. الشناوي وطارق حامد الاثنين دول لا احد بيختلف عليهم يا دكتور احمد. طيب خلينا نروح بقى لخط دفاع منتخبنا الوطني سواء حجازي او محمود علاء او باهر.